وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلال 24 ساعة وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 12 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومه وضبط قرابه 90 طنا في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه الى جانب ضبط 718 قضيه من بينها 46 قضيه خبز ناقص الوزن و وثمانون قضيه خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز كما تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 186 طنا في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد ارز الشعير